هذا على بعض المذاهب هو جائز، لكن على المذهب المالكي الصلاة باطلة ويجب أن يعيدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. في آخر الحديث يقول: ولا تختلفوا على إمامكم. لا تختلفوا، علماء مالكية قالوا الاختلاف سواء كان في الأفعال الأركان هذه الظاهرة في الركوع والسجود، ولا في النيات وفي عمل القلوب، قالوا هذا أولى، عدم الاختلاف في عمل القلوب أولى من عدم من النهي عن الاختلاف في فعل الأركان. وذلك قالوا لابد شرط صحة الصلاة المأموم أن يكون موافقا لصلاة إمامه، كان العصر لازم يصلي إمام العصر، يصح يصلي المغرب خلف إمام يصلي العشاء. على المذهب المالكي يجب أن يعيدها، وعلى بعض المذاهب الأخرى الصلاة صحيحة.